مشروع محطة معالجة الساحل الأيمن المرحلة الأولى من مشاريع الخطة الاستثمارية التي تحرص المديرية العامة على تنفيذها بالتعاون مع شركتي بريق الحسام والأفنان الخضراء. المشروع ينفذ على مساحة قدرها 79 دونم وبسعة 1000 متر مكعب باليوم. هذا المشروع في حال إنجازه سيتم تحسين الواقع البيئي لمدينة الموصل والحصول على مياه صالحة للطرح في النهر ضمن المحددات البيئية. هذا المشروع يحظى برعاية واهتمام السيد المدير العام يعرب قحطان والأستاذ مدير مجاري نينوى والأستاذ محمود يونس فرج.